السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. البرهان يتهم فولكر بممارسة التضليل في تقاريره ويدعو لاستدباله، والأمم المتحدة تجدد ثقتها الكاملة في رئيس اليوني تامس. وزارة الدفاع تستدعي الاحتياط من ضباط وجنود القوات المسلحة، وشرطة الخرطوم ترسل تعزيزات للقضاء على التفلتات الأمنية. مجلس السلم والأمن الأفريقي يعتبر الاتفاق الإطاري سبب القتال، ومفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أهلا بكم إلى التفاصيل. اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس البعثة الأممية فولكر بيريتس بممارسة التضليل عبر التقارير التي يقدمها. وأكد البرهان في رسالة وجهها لرئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فولكر زعم في تقاريره وجود إجماع في السودان على الاتفاق الإطاري، وأن تمرد حميتي جاء بسبب تلقيه إشارات من عدة جهات خارجية وداخلية من بينها فولكر، فيما دعا البرهان على ضرورة استبداله بأسرع وقت ممكن. اتهمت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية المبعوثة الأمم بفولكر بيريتس بالانحياز والمحابة والتدليس، بالإضافة إلى تزوير توقيعات الاتحاد الأفريقي والإيجاد. وأوضحت الحركة في بيان لها أن فولكر قد انحرف عن مهمته وتفويضه وتحول إلى عقبة أمام الحل السياسي وأصبح جزءا من المشكلة السودانية، واستخدم صلاحياته لإشعال نيران الفتنة بين مختلف المكونات، مما تسبب بإشعال المعارك التي تدور الآن. وفي السياق ذاته أيدت الحركة مطالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي خاطب الأمم المتحدة بضرورة استبدال فولكر بمبعوث آخر. وقالت الحركة أن هذا الخطاب هو حق قانوني لدولة السودان قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول تمديد عمل البعثة، مبينة أن عمل بعثة فولكر صاحبها تدخل سافر في الشؤون الداخلية وتزوير الوقائع في تقاريرها التي أدلى بها أمام مجلس الأمن، خاصة تغافله عن انتهاكات ميليشيا المتمرد حميتي ومنحها الغطاء اللازم للاستمرار بهذه الجرائم. جدد التيار السوداني موقفه الداعم للقوات المسلحة في حربها على الميليشيات المتمردة، وبالذات مع تزايد الانتهاكات التي تقوم بها وتعديها على المدنيين العزل. دعا التيار أبناء الشعب للتعاون فيما بينهم لحماية بيوتهم من اعتداءات المتمردين ومن عمليات النهب والسلب التي تقوم بها العصابات المجرمة، داعيا إلى استمرار رفع البلاغات عبر تطبيق بلاغ والتواصل مع الجيش للتبليغ عن أي انتهاكات للميليشيات. وفي سياق آخر، ثمن التيار السوداني خطاب رئيس مجلس السيادة الذي طالب فيه باستبدال المبعوث الأممي فولكر باعتباره شخصية مؤذية للنسيج الاجتماعي، وطالب التيار البرهان بالمزيد من القرارات التي ترفع من شأن السيادة الوطنية، كما جدد دعوته للقوات المسلحة بضرورة حسم المعركة باكرا والقضاء على التمرد لتجنيب البلاد المزيد من الخسائر. من جانبها جدت الأمم المتحدة ثقتها الكاملة بالمبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيريتس، معتبرة أن الدعوات إلى استبداله لا تستند على معلومات حقيقية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أنطونيو غوتيريش مصدوم تماما من دعوات البرهان لاستبدال فولكر بيريتس، وأنه ما يزال فخورا بالعمل الذي يقوم به في السودان عبر تسهيل الحل السياسي والوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية. أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها استدعاء كامل ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المتقاعدين بهدف دعم الجهود العسكرية والقضاء على التمرد. وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن القرار يشمل الضباط والجنود الذين لا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأن تكون لياقتهم البدنية وصحتهم الجسدية تسمح لهم بحمل واستخدام السلاح، مطالبين المكلفين بالذهاب لأقرب وحدة عسكرية والتنسيق لمباشرة الالتحاق بالخدمة. قالت شرطة ولاية الخرطوم أنها بصدد رفض غرفة عمليات الشرطة عبر تعزيزات شرطية لتوسيع الرقعة التأمينية وتكثيفها في الأسواق والأحياء السكنية والمناطق الحيوية بولاية الخرطوم. وقالت الشرطة في بيان لها إن هذه التعزيزات جاءت بهدف القضاء على التفلتات الأمنية
عبر نشر المزيد من الارتكازات في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة بمشاركة إدارات الشرطة المختلفة، مع تأكيدها على الاطلاع بدورها المنصوص عليه في القانون بهدف بسط الأمن والطمأنينة وسط المواطنين. تفقد مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا جرح العمليات العسكرية بالسلاح الطبي بأم درمان بولاية الخرطوم، وزار العطا عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة بينهم العقيد ركن قصي والنقيب طيار الزين محمد الزين، حيث أكد العطا أن أفراد الجيش قدموا أغلى ما لديهم في سبيل محاربة المتمردين وتحقيق الأمن بالبلاد. ما شاء الله قال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن المعاشيين قادرون على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم من الاحتغال والإهانة من قبل المتمردين، وأكد أردول أن ميليشيا المتمرد حميتي هي مجموعة مسلحة لا تعرف القانون ولا أعراف الحرب، وعمدت منذ بدء تمردها على ارتكاب الجرائم وسرقة المنازل وانتهاك الأعراض، مع صمت عدد من القوى السياسية أمام هذه التفلتات. أعلن مواطني قرى ولاية نهر النيل استجابتهم لقرار وزير الدفاع ياسين إبراهيم بدعوة القادرين على حمل السلاح والتوجه لأقرب وحدة عسكرية، وتجمع العشرات من أبناء هذه القرى أمام قيادة الفرقة الثالثة مشاة شندي استعدادا للانضمام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تسييرها لقافلة دعم وإسناد للقوات المسلحة. أعلن مواطنو منطقة أم بدة السبيل الاستنفار عبر مكبرات الصوت بالمساجد وطرد ميليشيا المتمرد حميتي من المنطقة وتتريس الشوارع، وقال شهود عيان أن الآلاف من المواطنين شاركوا في إغلاق الطرقات وطرد الميليشيات المتمردة، وطالب ناشطون بضرورة تعميم التجربة على بقية مناطق الخرطوم خاصة بعد مشاركة الرجال والنساء والشباب على حد سواء في طرد المرتزقة. اعتبر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أن سبب القتال الرئيسي بين الجيش وميليشيا المتمرد حميتي هو الاتفاق الإطاري، وأكد المجلس في بيان له أن اختلاف الرؤى بين البرهان والمتمرد حميتي حول الاتفاق الإطاري أجج الصراع بينهما، وأن عدد النازحين جراء المعارك وصل لأكثر من 700,000 شخص، ودعا المجلس إلى وقف القتال بشكل فوري دون أي شروط مسبقة من قبل الطرفين.
إلى ذلك دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن ممارسة الانتهاكات في السودان وتقديمه للمحاكمة وفقا للقانون الدولي والإنساني. وشدد رئيس المفوضية موسى فكي على تنسيق جميع الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة القائمة في السودان عبر رعاية الاتحاد الأفريقي، داعيا إلى ضرورة وقف القتال بين جميع الأطراف. قال مركز الجسر الإيقافي أن حصيلة تبرعات الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني بلغت أكثر من 25 مليون ريال سعودي. وقال المركز أن 8 طائرات محملة بأطنان من السلاسل الغذائية والمواد الإيجابية والإسعافية وصلت إلى مطار بورت السودان ضمن الجسر الجوي السعودي منذ بدء الاشتباكات داخل الخرطوم وعدد وبعض الولايات عقب إعلان حمدتي التبرد على الدولة. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البرهان يتهم فولكر بممارسة التضليل في تقاريره ويدعو لاستدباله، والأمم المتحدة تجدد ثقتها الكاملة في رئيس اليونيتامز. وزارة الدفاع تستدعي الاحتياط من ضباط وجنود القوات المسلحة، وشرطة الخرطوم ترسل تعزيزات للقضاء على التفلتات الأمنية. مجلس السلم والأمن الأفريقي يعتبر الاتفاق الإطاري سبب القتال، ومفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.